السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحاب بكم في درس جديد من دروس المستوى الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. عنوان هذا الدرس قياس الأطوال، المتر مضاعفاته وأجزاؤه، الحصة الرابعة والخامسة. التمرين الثامن تمثل الصورة خريطة مسار غابوي. بعد جولة في الغابة قال أحمد لابنه: أظن أننا قطعنا اليوم مسافة 9000 متر، أتأكد بإجراء العمليات المناسبة. إذن خلال رحلة أو خلال جولة في الغابة، إذن قال أحمد لابنه: أظن أننا قطعنا مسافة 9000 متر. إذن هذه هي نقطة الانطلاق. إذن في المرحلة الأولى قطعوا 3 كيلومتر و500 متر، ثم في المرحلة الثانية قطعوا 3 كيلومترات، ثم في المرحلة الثالثة 2 كيلومتر و500 متر. إذن عندما قطعوا هذه المسافة قال الأب لابنه بأنهم قطعوا 9000 متر. إذن سنتأكد ما إذا قاله أحمد لابنه هل هو صحيح أو خاطئ بعد إجراء التحويلات والعمليات المناسبة. إذن للتأكد ما إذا كان الأب وابنه قطع هذه المسافة التي هي 9000 متر، ماذا سنفعل؟ سنقوم بتحويل كل هذه الأعداد أو هذه المسافات إلى المتر باستعمال جدول تحويل الأطوال، جدول قياس الأطوال. إذن نبدأ بالمرحلة الأولى. في المرحلة الأولى قطع 3 كيلومتر و500 متر. الذي 3 كيلومتر أكتب 3 في خانة الكيلومتر، ثم 500 متر، الصفر في خانة المتر، ثم الصفر، ثم الخمسة. إذن في المرحلة الأولى قطعوا 3500 متر، ثم في المرحلة الثانية قطع الأب وابنه 3 كيلومتر. إذن سأكتب 3 في خانة الكيلومتر وأحولها إلى المتر، وذلك بإضافة الأصفار إلى غاية خانة المتر. إذن تحصلت على 3000 متر. إذن 3 كيلومتر تساوي 3000 متر. الآن سنحول مسافة المرحلة الثالثة. إذن لدي 2 كيلومتر، إذن سأكتب في خانة الكيلومتر 2، ثم 500 متر. سنبدأ من الوحدات التي هي الصفر، سأكتبها في المتر، صفر، ثم الصفر، ثم الخمسة. إذن تحصلت على 2500. إذن ماذا سنفعل الآن؟ سنحسب المسافة من الانطلاق إلى الوصول، وذلك بقيام بعملية جمع هذه المسافات التي حولناها إلى المتر. إذن 3500 زائد 3000 زائد 2500، صفر زائد صفر زائد صفر تساوي صفر، ثم صفر زائد صفر زائد صفر تساوي صفر، ثم خمسة زائد صفر تساوي خمسة، خمسة زائد خمسة تساوي عشرة. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 3 تساوي 4، 4 زائد 3 تساوي 7،
7 + 2 تساوي 9. إذا تحصلت على 9000 متر. إذا ما قاله أحمد لابنه صحيح. التمرين التاسع: يزحف ثعبان على ممر في حديقة. يتكون ممر الحديقة من بلاط يبلغ طول كل بلاطة 20 سنتيمترا. إذا استقام الثعبان كم سيبلغ طوله تقريبا؟ أختار الجواب الصحيح. هل 60 سنتيمتر أم 40 سنتيمتر أم 120 سنتيمتر أم 80 سنتيمتر؟ إذا نلاحظ الصورة جيدا، إذا استقام هذا الثعبان فسيصل إلى هذا الطرف، من هذا الطرف إلى هذا الطرف تقريبا. إذا سوف يغطي 4 بلاطات، إذا وكل بلاطة فيها 20 سنتيمتر. إذا 20 + 20 تساوي 40 + 20 تساوي 60 + 20 تساوي 80. إذا القياس أو الطول التقريبي للثعبان هو 80 سنتيمترا. التمرين العاشر: أملأ الفراغ في كل جملة باستعماله كيلومتر، متر، سنتيمتر، ميليمتر. يبلغ الطول الطفل عند الولادة 490 ماذا؟ الكيلومتر أم متر أم سنتيمتر أم ميليمتر؟ ثم يبلغ طول طريق النزهة في الغابة 3 ماذا؟ ثم يبلغ طول السيارة 4 ماذا؟ إذا يبلغ طول الطفل عند الولادة 490 سنتيمترا. إذا الوحدة المناسبة هي السنتيمتر. يبلغ طول طريق النزهة في الغابة 3 كيلومتر. 3 كيلومتر. يبلغ طول السيارة 4 متر. التمرين 11: أقدر ارتفاع الشجرة، علما أن قياس طول الرجل في الصورة هو 170 سنتيمترا. إذا المطلوب هو تقدير، فقط تقدير ارتفاع الشجرة وليس حسابه بدقة، باعتماد هذا طول هذا الرجل الذي في الصورة والذي هو طوله يساوي 170 سنتيمتر. إذا بالتقدير كم سيكون طول هذه الشجرة؟ هل 5 متر أم 8 متر أم 3 متر أم 10 متر؟ طول الشجرة بالنسبة لهذا الرجل هو تقريبا 3 أضعاف. 3 أضعاف. إذا قمنا بضرب 170 × 3 سوف نتحصل تقريبا على 5 أمتار. إذا الجواب الصحيح تقدير ارتفاع الشجرة هو تقريبا 5 متر.
Exercice 12. Je convertis les masses suivantes en utilisant le tableau. J'ai 4 km et 50 mètres. Je vais la convertir en utilisant le tableau en mètres. Et j'ai 10 décamètres, 7 décimètres. Je la convertis en décimètres. Je commence par la première mesure. J'ai 4 km et 50 mètres. 4 km, j'écris dans la case du kilomètre 4. 50 mètres, j'écris 0 et 5. Et j'ajoute un 0. J'obtiens 4050. Alors, 4 km, 50 mètres égale 4050 mètres. On passe à la deuxième mesure. J'ai 10 décamètres, 7 décimètres. J'écris le 0 dans la case du décamètre. 0 et 1. Et j'écris 7 dans la case du décimètre. Et j'ajoute un 0. Alors j'obtiens 1007 décimètres. Alors 10 décamètres, 7 décimètres égale 1007 décimètres. التمرين الثالث عشر. ذهبت الحاجة فاطمة يوم الأحد إلى السوق الذي يبعد ب 750 مترا عن البيت لشراء ما يلزم لأسرتها. وعند عودتها تذكرت أنها نسيت شراء السمك، فعادت مرة أخرى من نفس الطريق إلى السوق لإحضاره. إذن هذه الحاجة فاطمة ذهبت يوم الأحد إلى السوق. ذهبت إلى السوق الذي يبعد عنها، أي المسافة بين منزلها والسوق هي 750 مترا. إذا ذهبت في المرة الأولى لكي تشتري ما يلزمها، وعندما عادت إلى المنزل تذكرت أنها نسيت شراء السمك، فعادت مرة أخرى إلى السوق وأحضرته ثم رجعت إلى البيت. إذن كم مرة قطعت الحاجة فاطمة المسافة الفاصلة بين البيت والسوق؟ مرتين أم ثلاثة مرات أم أربعة مرات؟ ثم نحسب ما المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة بالكيلومتر. إذن سنحسب المسافة التي قطعتها الحاجة بالكيلومتر. إذن كم مرة قطعت الحاجة فاطمة المسافة الفاصلة بين السوق والبيت؟ إذن ذهبت في المرة الأولى ذهاب وإياب مرتين، ثم عادت إلى السوق ذهابا وإيابا. إذن المجموع هو أربعة مرات. إذن المسافة بين البيت والسوق قطعتها أربعة مرات. المرة الأولى الذهاب، ثم المرة الثانية الإياب، ثم المرة الثالثة الذهاب إلى السوق من أجل إحضار السمك، ثم المرة الرابعة العودة من السوق إلى البيت. إذن لكي نحسب المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة ماذا سنفعل؟ إذن سنقوم بعملية الضرب. 750 جداء 4، لأنها تتكرر 4 مرات. إذن 750 جداء 4. 4 في 0 تساوي 0.
4 × 5 = 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالاثنان. 4 × 7 = 28، والاثنان 30. إذا تحصلت على 3000 متر. إذا لكن المطلوب هو المسافة الإجمالية بالكيلومتر. إذا 3000 متر تساوي 3 كيلومترات. إذا نقول المسافة الإجمالية التي قطعتها الحاجة فاطمة هي 3 كيلومتر. التمرين 14. قاس كريم طول السبورة مستخدما مسطرة طولها 30 سنتيمتر، ووجد أن طول السبورة يقل ب5 سنتيمتر عن 10 أمتال طول المسطرة. ما طول السبورة؟ إذن قاس كريم هذه السبورة مستخدما مسطرة. إذن عندما أراد قياسها استعمل مسطرة. طول هذه المسطرة 30 سنتيمتر. إذن هذه المسطرة قام بوضعها 10 مرات، لكن في المرة الأخيرة وجد أنها تقل ب5 سنتيمترات. إذن سنحسب طول السبورة. إذا لحساب طول السبورة ماذا نفعل؟ سنأخذ 30 سنتيمترا جداء 10، لأن 30 تتكرر 10 مرات. إذا 30 × 10 تساوي 300 سنتيمتر. إذا 300 سنتيمتر أحذف منها 5 سنتيمترات. 300 سنتيمتر ناقص 5 سنتيمتر. إذا تساوي 295 سنتيمتر. إذا المسافة أو طول السبورة هو 295 سنتيمتر. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً.